رقمي عالمي في 400 متر يقدر ب 46 ثانية و 70 جزء من المئة، يتحصل على شهادة تكريم ومكافأة مالية تقدر ب 180 مليون سنتيم، إضافة إلى تحصله على الميدالية الفضية في اختصاص 100 متر تي 13 وميدالية فضية، إضافة إلى مكافأة مالية بقدر 90 مليون سنتيم. الرياضية المتألقة الثانية جلال صافية في اختصاص رفع دفع الجلة تحصلت على ميدالية ذهبية ورقم عالمي في رمي الجلة يقدر ب 11.29، هي من ولاية باتنة، تتحصل على شهادة تكريم وعرفان ومكافأة مالية قوامها 180 مليون سنتيم. تتقدم الرياضية بوجعدار إسمهان من ولاية قسنطينة عن اختصاص دفع الجلة فئة F33 والتي تحصلت على ذهبية ورقم في الألعاب البارالمبية ب 7.10 متر، يكرمها السيد رئيس الجمهورية شهادة تكريم وعرفان ومكافأة مالية قوامها 180 مليون سنتيم. تتقدم الرياضية المصارعة عبداللاوي شيرين في اختصاص البارا جيدو من الجزائر العاصمة فئة B3 وزن أقل من 52 كيلوغرام والتي تحصلت على ميدالية ذهبية في هذه الألعاب، يكرمها السيد رئيس الجمهورية بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قوامها 180 مليون سنتيم. تتقدم الرياضية صيفي نسيمة من الجزائر العاصمة في اختصاص رمي القرص فئة F57 وتحصلت على ميدالية فضية في هذه الألعاب، يكرمها السيد رئيس الجمهورية شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قوامها 90 مليون سنتيم. يتقدم الرياضي العداء كرعي عبد الكريم عن ولاية برج بوريريج في اختصاص 1500 متر T38 والذي تحصل على ميدالية فضية في هذه الألعاب، يستلم شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قوامها 90 مليون سنتيم. الرياضي قرجنة كمال من ولاية وهران في اختصاص دفع الجلة فئة F33 والذي حصل على رقم 11.34 مترا ونال بذلك الميدالية الفضية في هذه الألعاب، يستلم شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قدرها 90 مليون سنتيم. تتقدم الرياضية جاسمي مونيا من ولاية باتنا والتي حصلت على ميدالية برونزية في رمي الصولجان فئة F32، هذه الميدالية برونزية يكرمها بشأنها السيد رئيس الجمهورية شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قوامها 48 مليون سنتيم. تتقدم الرياضية حمري ليندا في اختصاص القفز الطويل T12 والتي تحصلت على ميدالية برونزية في هذه الألعاب، هي من ولاية الجزائر العاصمة، تستلم شهادة تقدير وعرفان
ومكافأة مالية قوامها 48 مليون سنتيم. يتقدم الرياضي فرحاح وليد في اختصاص رمي الصولجان F32، والذي تحصل على ميدالية برونزية ورقم قدره 35.34 متر. يتدرب في الجزائر العاصمة، يستلم شهادة تقدير وعرفان من السيد رئيس الجمهورية ومكافأة مالية. أقول أنها مكافأة مالية قدرها 48 مليون سنتيم. يتقدم كذلك الرياضي بطير حسين في اختصاص رفع الأثقال، وزن أقل من 65 كيلوغرام، والذي تحصل على ميدالية برونزية في هذه الألعاب، وتمكن من رفع 192 كيلوغرام. رياضي من ولاية معسكر، يستلم شهادة تكريم وعرفان ومكافأة مالية قوامها 48 مليون سنتيم. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية، وأنتم تكرمون هؤلاء الأبطال. ندعوكم فضلا لأخذ صورة جماعية تذكارية مع الأبطال المكرمين. الشكر لكم السيد رئيس الجمهورية.